أصدقائي الأعزاء، مساء الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. فكيف ما كتشوفوا اليوم جبت لكم واحد الوصفة، يعني المكونات ديالها بساطين بزاف، واحد الوصفة يعني كتمنع التساقط ديال الشعر. فأنا كنت كنعاني من هاد يعني من تساقط الشعر بزاف، ف ديك كنقلب على وصفات وجربت بزاف، ولكن اللي صلحت ليا هي هاد الوصفه هادي. فبصراحه كدقه بطلة بالنسبه لتساقط الشعر. فكيف ما كتشوفوا عندي معلقه كبيره ديال السانوش، معلقه كبيره ديال القرنفل، وراق سيدنا موسى، و ازير. فهادو هما المكونات ديال الوصفه ديالنا، يعني سهله وبسيطه ومكونات متوفرة يعني في كل بيت. هنا كيف ما كتشوفوا عندي هاد الكاسرونة، هادي غادي ندير فيها كاس كبير ديال الماء ونص، كاس ونص ديال الماء غادي نديرهم في هاد الكاسرونة هادي، وغادي نوضعها فوق النار حتى تغلق. فكيف ما كتشوفوا أصدقائي، بعد ما غلى الماء ديالنا كما شفتوا أزير أنا غسلته في الأول، في الاول راني وريتكم كان باقي فاسد لان غسلته مزيان وعاد درتو. هنا كيف ما كتشوفوا كنزيد ورق سيدنا موسى بعد ما كنحط ازير في الماء طايب، فكنتسنى حتى كيغلى الماء ديالي، عاد كندير فيه ازير ورق سيدنا موسى، وكنزيد عليهم السانوج والقرنفل بهذه الطريقه هذه، وكنخلط المكونات ديالي مزيان في الكاسرونه. كنخلطهم مزيان بواحد المعلقه حتى كيتجانسوا، يعني حتى كيغيبوا بالماء، كيبقاوش يبانوا، ماشي المهم غير كيفزقوا بالماء كلهم، يعني باش كيطلقوا ليا العناصر ديالهم، باش كلشي يعني باش داك الماء ياخذ ليا الفوائد ديال العناصر ديالي كامله. كيف ما كتشوفوا غادي نهز الكاسرونه ديالي وغادي نحطها فوق النار على هذا الشكل هذا، وغادي نغطيها ونخليها تغلى واحد الخمسة دقائق فقط، يعني ما غاديش نفوتها، انا ما حتى كنغلي الماء عاد كنديرو كنخليها تغلى غير خمسة دقائق، ما خليهاش تغلى بزاف. ودابا يعني من بعد ما غلات حيدتها فوق البوطه وخليتها حتى بردات كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. انا الوصفه ديالي راه دايته، خليتها باتت حتى بردات مزيان بالمعقول، ودابا غادي ندوز نصفيها معكم اصدقائي. فكيف ما كتشوفوا انا الوصفه ديالي غادي نديرها في هذا البخاخ هذا، ويعني هاد الرشاشه هادي الله خديتها دابا هاد الصباح، فخليت الوصفه ديالي بايته ومشيت الصباح ملي بديت ندير المدرسه مشيت خديت هادي. هاد البخاخ هذا خديته ب 50 يعني تقريبا 300 ريال. فكيف ما كتشوفوا صغيره هكذا وزوينه بالنسبه للهزه في اليد ديالي، بالنسبه للشعر يعني ما غاديش تقل عليا ولا شي حاجه، غادي تجيني سهله باش نديرها في شعري. وداكشي هنا كما كتشوفوا عندي الصفايا وعندي كاسرونه، غادي نصفي معكم المكونات ديالي على هاد الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا غادي نصفيها مزيان من الماء، يعني باش ناخذ كاع الماء اللي عندي دابا في هذيك العناصر كلشي. فبصراحه واحد هذه الوصفه هذه زوينه بزاف بزاف بالنسبه لتساقط الشعر، بالنسبه يعني كتنوض الخلفه، يعني زوينه بزاف بزاف. انا بصراحه عن تجربه فايت لي مجرباها بصراحه وزاله، انا عن تجربه يعني داكشي باش كنعاودها، ودابا قلت نوريها لكم يعني نشاركها معكم. فكيف ما كتشوفوا اصدقائي في هذه القريعه هذه غادي ندير فيها واحد العويدات ديال الازير، غنقطعهم بغيت نديرهم ساعه بزاف جابني كبيره، فغادي نرجع نقطعهم وغادي نرجع معكم اصدقائي. فكيف ما كتشوفوا هنايا هاني قطعتهم يعني على اربعه، كل واحد درتو على اربعه، يعني جاوا ربعه ديال الطريفات. غادي نديرهم هاد العريشات هادو هكا، غادي نديرهم في القرعه ديالي باش غادي نخوي عليهم داك الماء ديال الازير والعناصر الاخرى، غادي نخوي داك الماء وغادي نخليه يعني نبقى نستعملو هكا
يعني بلا ما نغسلو، يعني غادي نبقى نرشو فوق شعري هكذا في الليل. انا اغلبيه كنديرو في الليل ملي كنجي نعس كنرشو كنفزك غير هذاك، ما كنفزك شعري، كنفزك غير الفروه ديال الراس صافي، وكنمشي نعس. فكنحط هذاك راسي بواحد البوني ولا بطربوش هادي ديال الحمام وداكشي، وكنمشي نعس يعني. فبصراحة أنا هذا هو الاستعمال اللي كنستعملها، كنديرها في الليل وكنعس بها. هنا كما كتشوفوا عمرت القرعة بزاف، نقصت منها، فغادي نسد القرعة ديالي مزيان وغادي نخليها يعني. المهم غادي نسدها وصافي، ولا بغيت نستعمل هذيك الساعه غادي نستعملها، بغيت نخليها زعما كتبات واحد نعاود نستعملها يعني كما بغيتي، كل واحد كيف ما بغى. هنا كما كتشوفوا اصدقائي عندي القرعه ديال الشامبوان ديالي اللي كندير، انا كنستعمل هذا الشامبوان هذا بالنسبه لشعري ديال ايفروشي، بصراحه زوين بزاف هذا ضد التساقط ديال الشعر حتى هو كناخذو. فغادي ندير فيه واحد الوداد ديال القنفل حتى هما كيف ما كتشوفوا من تحت، كما الا شفتوا عندي فوق القرعه لتحت كاينين هذوك الطريفات ديال الثومه. فانا بالنسبه للشامبوان هذا كندير فيه واحد 3 ولا 4 ديال الضروس ديال الثومه، كنقطعهم طريفات وكرمهم الشامبوان ديالي على هذا الشكل هذا. هنا كيف ما كتشوفوا حتى الشامبوان ديال ولدي كندير فيه هذوك الوداد ديال القرنفل، وداك الماء اللي بقى عندي كيف ما كتشوفوا في الكاسرونه ديال ازير والعناصر ديالي اللي شفتوا في الوصفه الاولى، حتى هو غادي نهزو وغادي نخويه يعني في الشامبوان. غندير نص هنا ونص هنا، يعني غادي نقسمو على جوج، نص في الشامبوان ديال ولدي ونص في الشامبوان ديالي. فبهذه الطريقه هذه يعني غادي تكون الوصفه يعني فعاله يعني بالمعقول، يعني بحكم انني دايره ثومه بالنسبه للشامبوان ديالي فغادي نزيد فيه حتى هذه الوصفه هذه. فبصراحه زوينه بزاف، كتساعد بزاف يعني على النمو ديال الشعر، يعني يعني كتنوض لك الخلفه في نفس الوقت كتمنع لك التساقط ديال الشعر ديالك. هنا كما كتشوفوا انا القرعه ديالي عمرات صافي، ما غاديش نزيد فيها، غادي نزيد في القرعه ديال ولدي هذاك الشويه اللي بقى غادي نكبو ما نضيعوش، غادي نخويه في القرعه ديال الشامبوان ديال ولدي لان باقي فيها بزاف. انا كما شفتوا القرعه ديالي كانت وصلت للنص، القرعه ديال الشامبوان ديالي كانت وصلت للنص، ف قلت نديرو فيها باش ما نضيعوش. هنا اصدقائي كيف ما كتشوفوا غادي نسد القرعه ديال الشامبوان وغادي نخلطها مزيان باش يتخلط ليا العناصر بعضياتها مع الشامبوان حتى ديك القرنفل يهبط ليا يعني لتحت، ولا القرنفل ملي كيفزك كيرجع يطلع لفوق، خصوصا ان القرعه دارسه مزيان غادي يطلع لفوق باش ما كيدخل ليش في التيو ديال الشامبوان وكيمنع ليا انني نخوي الشامبوان. بالنسبه للقرعه هذه انا كنقلبها هكذا ملي كنصايب فيها هذا القرنفل ولا الثومه، كنقلبها كما شفتوا في القاعده ديالها غادي يبان لكم الثومه هنا كيف ما كتشوفوا، راه الطريفه ديال الثومه كيف ما كتشوفوا هنايا. فبصراحه كندير لها هكا باش الثومه كتطلع الفوق والقرنفل حتى هو كيطلع الفوق، باش ملي كنجي نخوي الشامبوان كيجيني ساهل، يعني ما كتعرض لياش الثومه والقرنفل في الفم ديال القرعه كيمنعوني انني نكب الشامبوان. فانا بهذه الطريقه هذه كيجي يعني ساهل الكبان ديال الشامبوان كتجي ساهله. فكيف ما كتشوفوا هادي يعني نتمنى ان هذا المنتج عجبكم تجربوها، قولوا لي في الكومونتير الراي ديالكم فيها بكل صراحه، واللي جربت لفيت لا جربتها يعني تقول لي النتيجه ديالها واش عطاتها مفعول ولا لا. بصراحه انا بالنسبه لي عطاتني مفعول، يعني انا جربتها وعاودت فعطاتني مفعول، وكنت وقفت عليها واحد المده ودابا رجعت ليها، لان بتكيات اللي كيرجع ليا التساقط ديال الشعر وداك الشيء من بعد الارهاق، راكم عارفين الخدمه والارهاق وتمره وداك الشيء، فكيرجع يبدا عاوتاني هذاك ستريس وداك الشيء كيبدا يرجع ليا التساقط ديال الشعر. فهي هاد الوصفه هذه صراحه خصك ما توقفيهاش، يعني تستمري فيها. فاصدقائي كيف ما كتشوفوا هنايا انا بديت كنستعملها معاكم، يعني
صراحة يعني كتمنع التساقط ديال الشعر، وفي نفس الوقت كتساعدك بزاف على انك يعني شعرك كينوض الخلفة وما كيبقاش يطيح بزاف، وفي نفس الوقت كتقوي لك الشعر. فاصدقائي الاعزاء، دابا نكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا. هنا كيف ما كتشوفوا راني صافي ساليت، يعني كنتسنى اجمعت شعري، كنتسنى غير الدوز الساعه ديالي وندخل ندوش. فاصدقائي الاعزاء، نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنساوش تدعمونا باشتراكاتكم ولايكات وشي تعليقات محفزه. اصدقائي الاعزاء، شكرا لكم على المشاهده، ودمتم في رعايه الله وحفظه.